أو شيء شباب شوي لا طفي الشاشة على بال ما ياكلك حلال وبسولف معكم وشيء أنتم بيض الله وجيكم نعتذر لمشاهدنا العزيز بسم الله ياك حلال أينما كان الأخطاء واردة في كل مكان سواء كان في المطبخ سواء كان في البرنامج سواء في أي مكان والحمد لله الأمور طيبة الإنتاج إن شاء الله أنه وقع سهوا الكريمة ما كانوا متقصدينها إيه هذه لازم تحسبوا لها حساب إيه فالأمور طيبة حط جوالك صامت يا جوالك أنت الله يرضى عليك أقول رشيد 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 حط جوالك صامت رشيد هذا إسقاطه حسبنا الله على عدوك فالله يوفقكم شباب والله إني أغليكم كلكم والله إني يعني أحيانا أشد ترى على بعضكم لكن لا تشيلون بخاطر كمان لا والله لا والله يا رجال شاير حبيب شخص لطيف أنا أقول فقرة إلا إن يديك ثقيلة شوي حوف تكسر ظهري يوم تجينا بس لك رجل ونشوف أن نجم الفقرات اللي صارت الجدار منك حالان الجميل وسائل يا بعد راس المشكلة تدري وين تدري أن في بعض الجمهور بارك الله فيه يقولون المشاكل ما تجي إلا إذا جاء حيلان مع سائر لا تشككونا كذا أنتم كذا تغربلوننا الله يخليكم تحطون في قلب الرجاء شيء علي وأنا في قلبي شيء عليه غلط حتى مع سائر الله يرضى أنتم قلوبكم على بعض لا, لا 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 أنا كلامي للجمهور عشان اللي يفهم عقلاني صح الجميع المقدمين يجي سبحان الله يجي في غطاء مو بشرط وجودك حيلان له رونق جميل بس انت لا تشخصنها معنا يا جمهور خلك عاقل الله خليك لا والله شخصنها وسوي اللي براسك لا واعلم بخيرك اركب يا شيخ وفي محامين يتابعوني الله يشكونهم قل له الله والله بكره خليك تجي تنازل عنهم كلهم سوي اللي انتم تبون خلهم يا رجال لا صارت القلوب على بعض اي والله ترى والله ما يسوون زين خابرك انا يا ابو جود عارفك ما يحتاج ايه قبل تنتقل للصحن الثاني اشرب ماء انتقلوا ورجعوا يا رجال والله ايه اصبر هذه بيلها مع اقول شباب ما شاء الله يعني انتم ما شاء الله في شوف ما تحسون انكم تطورتوا في الطب ابتلى شيك حلان بس ما تحسون انكم تطورتوا في الطب انا شيك حلان هاي شباب يا جماعه تحسون انكم